صباح الخير على كل بيشوفونا، اهلا وسهلا بيكم. حلقه جديده من برنامج موضوع مهم. النهارده موضوعنا عن الكلمه وتاثيرها على السوشيال ميديا والمجتمع. هنعرف الكلمه الحلوه ممكن تعمل ايه، والكلمه الوحشه ممكن تعمل ايه. هنعرف ده واكتر. خلوني الاول ارحب بزميلتي اسماء. مساء الخير اسماء. اهلا بيك يا يوسف، واهلا بكل اللي بيشوفونا النهارده. فعلا يا يوسف الكلمه دي حاجه كبيره جدا، يمكن اغلبنا بيبقى جاهل معنى الكلمه ازاي بتاثر فينا، وازاي بتخلي فعلا الشخص ده يحب نفسه، وكلمه تانية ممكن تخلي الشخص ده يكره نفسه. انا اعرف ناس من يومها وهي بتركز جدا في كل كلمه بتقولها. حد هيقول لي طب هو انا هفضل ماشي اركز في كل الكلام اللي هقوله؟ لا طبعا، انا بس بتكلم في حته ان انا لما اجي انطق الكلام فانا بقول الكلمه اللي هتسعدني. زي ما اكون مثلا انا حابه ان انا اشوف حد فيقول لي كلمه تفرحني، اكيد مش هكون حابه ان انا اقابل الناس واقول لهم كلمه وحشه هتترد لي. فتفتكر يا يوسف الكلمه فعلا ممكن تحييك وكلمه تدفنك؟ اكيد طبعا. خلينا متفقين ان الكلمه الطيبه صدقه زي ما بيقولوا. ممكن كلمه حلوه تغير مزاج اللي قدامك 180 درجه، وممكن تطمنه، يعني ممكن كلمه منك تطمنه، ممكن كلمه تغير حياته وتغير مزاجه. فلازم نكون جدا حريصين جدا على اننا نختار كلمات اللي بنقولها للشخص اللي قدامنا اللي هو عزيز علينا. يعني ما ينفعش نقول كلمه وحشه لاي حد بسبيل الهزار مثلا. يعني ما ينفعش اجي اقول مثلا كلمه بتاع بسبيل الهزار ويعني اعلق شماعه على انني بهزر او من غير قصدي. لا، فكر في الكلام قبل ما تقوله، لان الكلمه الواحده اللي انت بتقولها ممكن تفرق. يعني انت ممكن تقول كلمه تطمنه، كلمه تفرحه، تغير حياته، مزاجه. بس فاكيد في الكلمه بتفرق جدا طبعا. هي الكلمه كمان السيئه لما زي ما انت ما قلت هي فعلا بتوجع. ما تستهونش باي شخص يقول لك انت وجعتني بالكلمه، هو مش قصده الوجع الخارجي اللي انت ممكن مش هيبان عليك اصلا، هو فعلا بيبقى فيه ندوب في الدماغ. الدماغ دايما فاكره ان الكلمه دي وجعته. حتى لو تلاحظ ان انت في اي موقف هيحصل ما بينكوا تاني هتلاقي ان هو بيقول لك انت قلت لي الكلمه دي، هتفتقي يعني ازاي الشخص ده اكيد بيشيل مني قوي كده. لا، هو مش بيشيل منك، بس هو دماغه دلوقتي فيها ندوب فعلا بسبب الكلمه اللي انت قلتها. فالكلمه فعلا الوحشه بتاثر جدا زي ما قلت لكم في الدماغ، برضو على الناحيه الثانيه ان الكلمه الحلوه بتاثر. يعني انت لو جيت الصبح مثلا قلت لواحد صاحبك الله انت شكلك حلو النهارده، او انت مثلا كنت هايل في برنامج معين بالظبط، تقول بقى نفس الكلمه بس بكلمه وحشه برضه هتفرق معاه جدا، هتقفل له اليوم زي ما قلت. هو احنا كلمه بالزبط بتفرحنا وكلمه بتزعلنا، فخلينا ناخد بالنا احنا مش هنخسر حاجه اصلا لو ركزنا في كل كلمه بنقولها. وزي ما قلت لكم التركيز في الكلمه مش ان انا اقعد افكر يا ترى الكلمه دي هتبقى ايه واقعد اخد وقت لتحليلها، لا طبعا، هي بس الفكره كلها في ان انا الكلام اللي احب اسمعه هو اللي هقوله. وكمان خلينا برضك ندي مثال بنشوفه كتير قوي الايام دي، وهو مثلا لو اتنين متخانقين متجوزين او بيحبوا بعض عموما، ممكن الراجل بكلمه واحده يقولها لها ممكن تنسى اصلا ان في مشكله. يعني ممكن كلمة تعمل مشكلة وممكن كلمة تحل مشكلة. فلازم زي ما انت بتقولي طبعا نفكر في اي كلمة بنقولها لو للشخص، لانها ممكن كلمة زي ما بقولك تحل مشكلة وكلمة يعني تعمل مشكلة. فعلا يا يوسف، وبرضو عاوز اقول حاجة ان موضوع التربية في الكلمة دي بالذات، لان مثلا الام والاب في الفترة معينة بيقعدوا يقولوا للولد انت فاشل او انت فاشلة. الكلمة دي يعني اكيد ما فيش اب وام عايزين ان ابنهم يبقى فاشل، بس الكلمة دي بتأثر فيه جدا. الكلمة دي بتخليه ان هو مش عاوز ينجح. طب انا هنجح ليه؟ انا اقرب الناس ليا شايفيني فاشل، طب هنجح ليه؟ بيخليه اللي هو لا، خليني في المنطقة بتاعتي وخليني فاشل زي ماما وبابا بيقولوا وانا هفضل كده، انا مش هكون غير كده. مثلا برضو بيقعدوا يقولوا انت مش زي ابن خالتك ناجح ومش بيعمل وبيعمل. هما برضو قصدهم ان هما يحفزوا، مش قصدهم ان هما يحبطوك ويخلوك زي ما انت. فهي هنا الكلمة دي بتترجم في مخ الطفل ان هو فاشل، ملهاش اي معنى تاني، فبيخليه ان هو مش هيتقدم. فاكيد ولا ام ولا اب عاوزين ابنهم فاشل. زي مثلا قصة توماس اديسون في المدرسة كان فاشل جدا، بس لما جت رفض والدته لما شافت الجواب ان هو مرفوض ما قالتلوش ان انت فاشل وانت مرفوض عشان انت فاشل، قالت له انت شخص ناجح جدا وكويس جدا، فالمدرسة مش قادرة تتعامل مع عبقريتك. خلقت من الطفل الصغير ده نبغة. تعالوا دلوقتي توماس اديسون لحد يومنا هذا بنحكي وبنتحكى بيه. فهي الكلمة فعلا معناها بيبقى قوي جدا في نفوس اللي قدامنا، فنركز فيها جدا حتى في تربيتنا بتفرق. لان انا لما اكون بركز في تربية اولادي اكيد هيطلعوا ناس سوية، مش هيبقى في المجتمع اللي احنا شايفينه فيه دلوقتي ناس برضو نفوسها مش سوية قوي، وفي ناس كويسة جدا. ده برضو بتختلف من درجة تربية الام دي ومن الام دي.
بالظبط، تعتبر دي من اهم النقط اللي هنتكلم فيها. وعايزين برضك نوجه نصيحه لاي اب واي ام، ان بدل ما تقول له انت فاشل او انت مش نافع، لا بالعكس، حفزه على المذاكره، حفزه وقف جنبه لحد ما يتعلم ويكبر. دي طبعا نصيحه لازم نقولها لاي اب ولاي ام حابب يعني ابنه يكون ناجح وكده. خلينا برضك نتكلم عن تاثير الكلمه. خلينا اسالك سؤال، يعني عايزين نعرف الكلمه السوشيال ميديا برضك بتاثر في الانسان ولا لا؟ طبعا، احنا دلوقتي مجتمعنا كله بيقعد على السوشيال ميديا، مفيش حد ما بيقعدش على السوشيال ميديا، حتى الطفل الصغير ده مفيش، خلاص احنا بقينا مجتمع منفتح جدا لدرجه ان السوشيال ميديا ده جزء من حياتنا. فتعال انت تخيل كده لما تكون انت مبسوط قوي وتدخل على السوشيال ميديا تلاقي بوست يزعلك، هتزعل ولا لا؟ هتاثر بيه اكيد. برضو على الناحيه الثانيه، انت لو لقيت انت زعلان ودخلت لقيت بوست حلو ويفرح وجميل جدا، فتحس ان انت من جواك مبهج، حتى لو انت اللي هو لا ده مش مودي دلوقتي او انا متضايق دلوقتي، طب انا افرح ليه او كده. فلا، هي فعلا السوشيال ميديا بتاثر فيك، وانت برضو لما بتيجي تكتب حاجه انت بتاثر في كل اللي حواليك، انت مش بتكتبها كده وخلاص. الناس تقول لك لا، ما هي مساحتي الشخصيه، هي مساحتك الشخصيه فعلا، بس لو انت عاملها لنفسك، انت عاملها للناس كلها بتشوف الكلام ده، فلا تاخد بالك كويس جدا من كلامك، عشان الكلام ده زي ما هيأثر في مأثر فيك انت، هيأثر في اللي حواليك، هو بس مش بيأثر فيك انت، صح؟ بالظبط بالظبط. يعني انا مثلا حصل موقف قدامي، كنت قاعد انا واتنين صحابي، فالمهم في واحد فيهم قال للتاني كلمه مش حلوه، يعني وحشه. انا كمان زعلت، مع انها ما اتقالتليش، بس انا اتاثرت، انا زعلت، يعني زعلت عشان ما يعني ما ينفعش، يعني المفروض تبقى بتفكر في الكلام قبل ما تقوله، لان ده صاحبك، يعني انتوا صحاب، يعني المفروض تفكر في الكلام قبل ما تقوله. انا بصراحه اتضايقت جدا من الحته دي، مع ان هي مش كلمه مش ليا، اللي هي لصاحبي، مع ذلك انا اتاثرت بيها. فاكيد الكلمه بتاثر فينا وفي كل اللي حوالينا اكيد. هو فعلا، وخد بالك كمان في الحته دي، انت في يعني لما بتبقى في تجمع الكلمه بتاثر في الجميع، زي ما انت ما قلت، هي ما بتاثرش في شخص واحد بس. في ناس هتيجي تقول لك لا، ما احنا صحاب وما فيش ما بيننا الكلام ده كله، وانا مش هاخد بقى بالي من كلامي وانت صاحبي وتستحملني. ما انا هستحملك ومش هتكلم خالص، بس هبقى دايما شايل في دماغي ان انت قايل لي الكلمه دي، وهيبقى في دايما منبه كده في دماغي ان الكلمه دي اتقالت لي والكلمه دي جرحتني. فلا، ما ينفعش خالص، احنا لازم نفكر، مش لازم نفكر ان احنا نقعد ساعة نفكر في كلامنا، ده التفكير ده مش هياخد ثانية، ان انت بس زيك مثلا ابتسامتك حتى في وشه خلاص هتديله تفاؤل، هيبقى يومه حلو. وكمان بالزبط، بلاش نعلق الكلام اللي بنقوله على ان مثلا كنت في لحظة غضب، مثلا يعني لحظة غضب او بهزر معاك او ما كانش قصدي، لا ما ينفعش، لازم تفكر في اي ماشي، ممكن تكون في لحظه عصبيه، بس ممكن اللي قدامك ده ما يقدرش ان انت كنت في لحظه عصبيه، في ناس هتقدر وفي ناس مش هتقدر، ومش كل مره. بالظبط، مش كل مره هتقول لي ان في لحظه عصبيه وهستحملك، لا، بيبقى في يعني برضه في ليميت. ايوه، انا لما اقول لك كلام وحش كل شويه ايه، انا كل شويه متعصبه؟ لا، وانت مش تستحملني ان انت كل شويه تسمع مني كلام وحش، على الرغم من ذلك انت ما بتقوليش كلام وحش عشان يزعلني. فهي الموضوع نسبه وتناسب، ان انا زي ما بحب اسمع احب اقول. برضو عايزه اوضح لكم موضوع الكلمه، مش بس التاثير الخارجي بتاعها، انت لما بتتكلم مع نفسك، اما يحصل مشكله ما بينك وما بين نفسك وتقعد تقول انا انسان فاشل، انا ليه بيحصل معايا كده، انا ازاي بتكلم الكلام ده، الكلام ده بيأثر فيك نفسيا وبدنيا، فتحس ان انت حتى جسمك نفسه مش قادر، تحس ان دماغك خلاص مش قادر تفكر. ناس كتير جدا الفتره دي بتعاني من الموضوع ده، الحياة كلها ضغوطات ومشاكل احنا عارفين، بس مفيش حد في الدنيا بيعنف نفسه قوي كده. اهدوا، يعني اهدوا على نفسكم شوية، احنا مش مستحملين اصلا ضغوطات. فانا لما اجي اعنف نفسي ما بيني وما بين نفسي كده، انا هتعب، هتعب نفسيا وجسمانيا وكل، لاني انا قاعد بفكر ولو بشيل في نفسي، يعني ممكن موقف. وبرضك لازم نعمل حاجة، يعني انا مثلا انا كيوسف لما بزعل من حد او قال لي كلمة عاتب، يعني نعاتب. انت مثلا في صاحبي طبعا اللي هو عزيز عليا، انا مش بعاتب اي حد برضو، يعني لو مثلا في واحد صاحبي قال لك كلمه مش عارف ايه، عاتب، يعني بلاش نسكت، بلاش نشيل جوانا، لان عاتب يعني نصيحه مني، ان اي حد يقول لك كلمه كده او كده ما تفضلش شايل منه، لا، عاتبه وفهمه لو انت باقي عليه. بالظبط، برضو ما شيلش من نفسك. بالظبط، لان مشكله كبيره جدا انك تشيل من نفسك دي وتفضل تعنف، لا، مشكله كبيره جدا والله. صدقوني كل اللي احنا بنعاني منه دلوقتي بسبب ان احنا بنعنف نفسنا. احنا لو خدنا الموضوع ببساطه شويه، مفيش حد في الدنيا ما عندوش مشاكل، صح؟
صح؟ كلنا عندنا ضغوطات ومشاكل، بس طريقة تفكير كل واحد فينا بتختلف وطريقة الحل نفسها بتختلف. فأنا بدل ما أقول لنفسي كلام سلبي يخليني محبط أكتر، لأ أنا هقول لنفسي كلام كويس، مش هتجاهل خالص إن أنا زعلان أو إن في موقف مضايقني، بس في نفس الوقت إن أنا لأ إن شاء الله تتحل، مفيش مشكلة ملهاش حل. الكلام اللي إحنا بنسمعه ده كويس نقوله لنفسنا، مش شرط بس نقوله للناس عشان الناس تكون مبسوطه ومرتاحه. انت ابسط نفسك وريحها. مظبوط مظبوط تمام. وكمان بلاش ناخد الاراء السلبيه، يعني خليك شخص ايجابي، خد الاراء الايجابيه بس ما تاخدش السلبيه، يعني بالمعنى الاصح كده ما تحطش حاجه في دماغك. يعني مثلا في ناس هتقول عليك حلو وناس هتقول عليك وحش، ما تسمعش للوحش. انت يعني خليك حاطط كده حدود لنفسك. يعني بس خد بالك برضو يا يوسف ان انا الناس اللي بتقول لي كلام وحش دي لو الناس قريبه مني، ده علشان انا انمي نفسي، ان انا اقول لنفسي ايه، لا والله انا كويس وهعدل من نفسي عشان اكون احسن. هو للاسف ما وصلنا لنهايه فقرتنا، بس انا عاوزه اقول لكم خلينا نركز برضو في كل كلمه بنقولها، خلينا دايما بنقول الكلام الحلو اللي يفرحنا عشان احنا عاوزين نفرح. استنونا في فقره جديده مع زمايلنا ابتسام ورانيا.